الكابتن محمود الخطيب ما كانش مجرد لاعب فذ صاحب موهبة، أنا بعتقد إن هو صاحب رسالة، رسالة تربط ما بين الموهبة التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان وبين أن يكون قدوة ليس فقط للجيل اللي هو كان موجود فيه اللي احنا يعني من جيلنا اللي شفناه وتعاملنا معاه، ولكن لأجيال أخرى. لما بتشوف محمود الخطيب أطفال صغيرين شباب حتى ما شافوهوش في الملاعب يسمعوا عنه، هم بيبقوا حريصين على إن هم يتصوروا معاه أو يسلموا عليه، هم بيتصوروا مع الرمزية الكبيرة التي استطاعت أن تقدم القدوة والأخلاق على مدى كل هذه السنوات، ولم نسمع أبدا عنه ولم نرى أبدا تصرفات تدينه أو تشينه أو تمس من قيمه وأخلاقه اللي كانت موجودة في أيام الملعب. ورغم الحملات المأجورة والمسعورة اللي اتعملت في فترة قصيرة، ولكن بقي محمود الخطيب الرمز والقيمة برسالته اللي مع صموده ومع استمراره في المواجهة كل التطاول اللي بيحصل والمحاولات للنيل منه، لكن بقي صامدا، وهي دي أحد الأسس اللي بتنجح اسم الكابتن الخطيب وبتجعله رمز لناس كتير جدا جدا وقدوة للمجتمع مهما حاول بعض الناس ان هم ينالوا منها.